كتب هذا الاقتباس الإمام ناصر محمد اليماني بتاريخ 25 من الشهر 11 لعام 2019 ميلادية. وكذلك إعصار فيه نار قصير المدى، فمهمته فقط يقبس غاباتكم، وبمجرد ما تشتعل يتحول إلى ريح لشبها وليزيد سعيرها وتسييرها. انتهى الاقتباس. وأما الاقتباس الثاني كتبه الإمام ناصر محمد اليماني بتاريخ 10 للشهر السابع لعام 2014 ميلادية. قال الله تعالى: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. ومن آيات الله ما ذكرها القرآن من قبل وجودها على الأرض، ولذلك لا يحيط بها البشر علما لكونها لم تحدث بعد، ولكن الله وعد الكفار برؤيتها على الواقع الحقيقي لعلهم يتفكرون. ومنها إعصار فيه نار، وهذا لم يكن معروفا على الإطلاق لدى البشر، لكون البشر لم يرونه حدث قط على وجه الأرض، لكونه لم يحدث في كافة القرون الأولى، ولكن الله وعد برؤيته وهو إعصار فيه نار. وبما أنه من آيات الله التدميرية الكبرى، فوعد الله الكافرين برؤيته لكونه من آيات الله الغيبية، تصديقا لقول الله تعالى: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا قال الله تعالى: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها؟ فأمر نبيه أن يحمد ربه لكونه وعده أنه سيريهم حقائق آياته على الواقع الحقيقي، وهذه من الآيات المستقبلية، ومنها ما لم يحدث من قبل، ولذلك قال الله تعالى: سيريكم آياته، ومنها ما هي موجودة ولا يحيطون بها علما، مثال قول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. لكونها آيات غيبية لا يحيطون بها علما من قبل، ليجعلها برهان حقيقة القرآن العظيم لأنه من لدن حكيم عليم. ومن آيات إعصار فيه نار، وهو من عذاب الله ذو قوة تدميرية يحرق البشر والشجر ويذر كل شيء رمادا تذروه الرياح. انتهى الاقتباس. وأما الاقتباس الثالث فكتبه كذلك الإمام ناصر محمد اليماني بتاريخ 10 من الشهر السابع لعام 2014 ميلادية، وقال: ثم جاء مثل إعصار فيه نار ذي قوة الحريق التدميرية يحرق الشجر والبشر، وما عندكم ينفذ وما عند الله باق. ونستنبطه من هذه الآيات، وقال الله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. وهو كالذي ضرب أستراليا عام 2013، ذلك من آيات الله المستقبلية، ولذلك قال الله تعالى: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. وبيان قول الله تعالى فتعرفونها، أي سيعرفون أنها موجودة في محكم القرآن من قبل أن يحيطوا بها علما، وسلاما على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.